أصحاب كوزي في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مسيحي حقيقي، وإحنا مبسوطين جدا عشان معانا نيافة الأنبا رفائيل. أهلا بيك يا سيدي. أهلا بيك يا ماريا، أنا فرحان إن أنا معاكي كمان. صاحبتنا عندها سؤال، ممكن نتفرج عليه مع بعض؟ أهلا وسهلا، قولي سؤالك ونشوف الإجابة. عندي 8 سنين من كنيسة العذراء مريم وماري مرقس في 6 أكتوبر. سلام يا سيدنا، هو إحنا إمتى بيحل علينا الروح القدس؟ إمتى بيحل علينا الروح القدس؟ البداية هي يوم المعمودية. وطبعا في ناس تسأل تقول هو طيب بيحل علينا في المعمودية ولا لما ندهن بالميرون؟ فأنا أقول لكم إجابة بسيطة جدا تحفظوها. الروح القدس في المعمودية بيحل على المية، وفي الميرون بيحل علينا. يبقى مفهومة سهلة؟ في المعمودية بيحل فين؟ على المية، عشان يتولد من الماء والروح. عشان كده أبونا لما بيجي يصلي على المية بتاعت المعمودية بيحط فيها ميرون، يدلق كده من إزازة الميرون 3 رشومات، وتلاقي المية بقى فيها الزيت. لما الواحد يتغطس في المية بإيد أبونا يتغطس في الماء والروح، لما يطلع بقى أبونا يدهنه هو بالميرون يبقى هو مسكن للروح القدس. الحلول ده بقى مش مرة واحدة وعدت، زي ما المثل اللي قلته بتاع الكهرباء في التلاجة. الحلول ده باستمرار فينا، عشان كده احنا في كل يوم بنصلي ونقول روحك القدوس لا تنزعه منه بل جدده في أحشائنا، يعني في داخلنا. وبنصلي ان ربنا يحل علينا بروح القدوس في كل يوم في كل لحظة، لان عامل زي ايه؟ انت عارفة نهر النيل؟ شفتيه اكيد اكيد. المية فيه واقفة ولا ماشية؟ ماشية جاية من الجنوب للشمال. فالروح القدس عامل زي النهر ده، ماشي فينا من يوم المعمودية لغاية ما نروح السماء، ماشي على طول مش واقف كده. فالحلول ده حلول دائم 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 باستمرار، حل علينا. فإحنا فينا الروح القدس حل وبيحل في كل يوم، وإحنا كمان مفروض بنصلي نقول يا رب خلي دايما روحك القدس فينا ما يزعلش مننا. شكرا يا سيدنا، بس عندنا سؤال تاني من صاحبتنا، ممكن نتفرج عليه ونجاوب عليه؟ أهلا وسهلا، نشوف السؤال ونشوف الإجابة. أهلا وسهلا، اسمي كارلي، عندي 8 سنين من كنيسة العذراء مصر. تعالى أسأله، هو ربنا كان محتاج الروح القدس يحل عليه في المعمودية؟ طبعا ربنا يسوع المسيح كانش محتاج ان الروح القدس يحل عليه، لان احنا قلنا الروح القدس هو روح المسيح. لكن اللي كانوا محتاجين ان الروح القدس يحل عليهم هم البشر، فاللي فتح لنا الباب ان الروح القدس يحل علينا هو المسيح. طبعا انت عارفة المسيح هو الله صح؟ طب بقى إنسان ولا بيمثل علينا إنه إنسان؟ لا مش بيمثل علينا، يعني إنسان حقيقي. برافو. عشان كده المسيح كان أول إنسان يستقبل الروح القدس ففتح لنا الباب. أقول شمعنا المسيح حل عليه الروح القدس؟ ما هو إنسان زينا، لأنه هو فعلا بقى إنسان زينا، فبقى الباب اتفتح إن الروح القدس يحل على كل الناس. بس هو المسيح كان قاصد الروح القدس حل عليه امتى؟ يعني لما كان يوحنا المعمدان عمله. برافو عليك، يعني محلش عليه يوم ما اتولد ولا يوم ما كان عيد الختان ولا لما راح الهيكل وهو عنده 40 يوم ولا لما صام ولا لما عمل معجزة، حل عليه يوم المعمودية. عارفة ليه بقى؟ عشان احنا كمان هيحل علينا يوم ايه؟ المعمودية بتاعتنا. فهو فتح لنا الباب، هو ما كانش محتاج حاجة خالص، لكن كل حاجة عملها المسيح كانت عشان خاطرنا احنا. كان في سؤال من صاحبنا فرايم، كان برضو بيسأل على معمودية بابا يسوع، ممكن نشوفه مع بعض؟ اهلا بيك يا فرايم، ايه السؤال بتاعك؟ سلام يا سيدنا، انا اسمي فرايم مجدي، 8 سنين من القاهرة. عرفت من مدارس الاحد ان الروح القدس ظهرت على اكتر من شكل، ليه ظهرت على شكل حمامة في وقت معمودية بابا يسوع، وظهرت على شكل لسان نار لما التلاميذ كانوا متجمعين في العلية؟ هو طبعا الروح القدس غير مرئي، ما يتشافش، لكن علشان يعبر لنا عن حضوره وحلوله ظهر في شكل حمامة عند المسيح في المعمودية
وفي شكل عاصف ريح عاصف وألسنة نارية عند الرس. ليه بقى؟ لأن هو عايز يقول رسالة المسيح رسالة السلام، والحمامة علامة السلام، هو جاي يضع سلام في العالم، ومن ألقاب المسيح ملك السلام، وعايزنا كلنا نعيش في السلام. فعشان كده حل في منظر حمامة بتبشرنا بالسلام. أما أبائنا الرسل الريح العاصف اللي حل عليهم يعبر عن أن الإيمان بالإنجيل هينتشر في العالم كله، لأن الريح لما بيجي على بلد بيملاها. والألسنة النارية اللي نزلت عليهم عشان يقول إن هم هيتكلموا بلغات كتيرة، وإن هم خدمتهم هتبقى زي النار مش باردين كده، الواحد يسافر من بلد لبلد عشان ينشر الإنجيل. فهنا ظهور الروح القدس سواء بالحمامة أو الألسنة النارية يعبر عن العمل اللي هيعمله الروح القدس، لكن في الحقيقة الروح القدس غير مرئي. والفرق هنا بين المسيح والروح القدس إيه؟ عامل زي الفرق بين النور والحرارة. هسألك وتجاوبين، النور بنشوفه ولا مش بنشوفه؟ بنشوفه. طب والحرارة بنشوفها ولا بنشوفهاش؟ بنشوفهاش. يبقى النور نشوفه والحرارة نحس بيها. المسيح شفناه لأنه هو نور العالم، والروح القدس نحس بيه لأنه هو السخونة الروحية بتاعت الله اللي مرسلة إليه. احنا عارفين ان الانسان عنده جسد ونفس وروح، وبابا يسوع بقى انسان زينا، هل الروح بتاعته هو الروح القدس؟ لا طبعا، هو السيد المسيح انت لسه قايله بتقولي بقى انسان زينا، يعني بقى عنده جسد انساني زي جسدي ده، وعنده روح انسانيه زي الروح اللي جوايا، وعنده نفس انسانيه زي النفس اللي فينا، لكن في الاصل هو الله. فبالإضافة للثلاثة دول هو كمان عنده اللاهوت، والروح القدس هو روحه منذ الأزل. فيبقى عنده الروح القدس ده بتاعه، وأخذ كمان روح إنسانية زي بتاعتنا. ودي مش غريبة ليه؟ لأنك أنت نفسك يا ماريا عندك جسد، شايفين عندك روح، دليل أنت بتتكلمه حي، عندك نفس، طبعا اللي هو بقول أنا نفسيتي تعبانة أو أنا مبسوط. طيب فيك الروح القدس؟ من يوم ايه؟ المعموديه. طيب اذا عندك روحين، روحك انت وروح القدس، صح؟ طب ما نفس الحكايه، المسيح عنده روح القدس ده بتاعه من الازل، واخذ كمان الروح الانسانيه ساعه ما تجسد. عندي سؤال ذكاء ليكي انت بقى، المسيح على الصليب لما قال يا ابتاه في يديك استودع روحي، كان يقصد روحه الانسانيه ولا الروح القدس؟ روحه الانسانيه. برافو عليك، لأن الروح القدس مش ممكن يفارقه، لكن روحه الإنسانية لما خرجت من الجسد مات، زي أي إنسان بيموت بيفارقه الروح الإنسانية بتاعته. فالمسيح شبهنا في كل شيء حتى في الحتة دي، لكن الروح القدس ده روحه منذ الأزل وإلى الأبد، مش ممكن يفترقوا عن بعض إطلاقا. فهمت دي؟ برافو عليك. أصحابنا بيسألوا سؤال عن الروح القدس وقت الخليقة، ممكن نشوفه مع بعض؟ طبعا، أهلا وسهلا. إيه السؤال؟ أنا اسمي هيفن أنطونيوس، عندي 11 سنة من كنيسة العذراء زيتون. سلام يا سيدنا، أنا كان نفسي أعرف في قصة الخليقة لما ربنا خلق الإنسان ونفخ فيه، هو كده نفخ فيه الروح القدس؟ في الحقيقة القديس كيرلس الكبير، وده أب عظيم جدا، اللي هو البابا رقم 24 يسموه عمود الإيمان، قال إن لما ربنا نفخ في آدم نسمة حياة كان ده روحه الإنسانية ومعاه كمان الروح القدس. فإحنا أخذنا الروح القدس يوم ربنا خلق آدم، لكن للأسف لما آدم غلط وعمل مخالفة لوصية ربنا الروح القدس فرقه، لكن استمر جواه الروح الإنسانية العادية بتاعتنا. لما بقى ربنا يسوع المسيح اتجسد نفخ مرة تاني الروح القدس في البشرية، ساعة لما نفخ في وجه التلاميذ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، فرجع لنا تاني الروح القدس اللي احنا كنا ضيعناه بسبب خطية آدم، وبقى فينا. بس مش كل البشر في اللي امنوا بالمسيح واعتمدوا بالمعمودية. فهمت دي؟
وفي كمان سؤال من صاحبتنا بيلا، ممكن نتفرج عليه؟ اهلا وسهلا يا بيلا، ايه سؤالك؟ سلامي سيدنا، قريت آية في الكتاب المقدس مش فاهمها، يعني ايه روح الله يرف على وجه المياه؟ روح الله يرف على وجه المياه، طبعا ده تعبير في الكتاب المقدس يعبر عن الحياة، لان انا لو تخيلت ان في واحد قاعد ما بيتحركش خالص خالص، يبقى ده حي ولا ميت؟ يبقى ميت. ايه علامة الحياة؟ انه بيتحرك، سواء انسان او حيوان او طائر او سمكة في البحر، فالحركة علامة الحياة. طبعا الله حي ويملأ الدنيا بالحياة، فعشان يعبر ان هو حي قال ان روح الله بيرف زي الحمامة اللي بترف كده. طبعا على وجه المياه يحصل ايه؟ تخيلي لو في طيارة نزلت كده وعلى البحر وهي فيها المروحة بتاعتها عمالة تلف، يحصل ايه للمية؟ هتتهز، تتحرك وتتهز. حركة المية دي علامة الحياة، لان المية اللي مش بتتحرك معناها مية ميتة. مش سمعها في الخريطة حتة اسمها البحر الميت؟ ده مات ازاي ده؟ انه المية بتاعته مش بتتحرك، لكن طالما فيه مياه بتتحرك بنسميها مياه حية، فيها حياة. فعشان كده روح الله بيرف على وجه المياه، يعني بيعطيها حركة، بيعطيها حياة. وهتلاحظوا بقى حاجة جميلة قوي، لو أنا حضرت معمودية الطفل هلاقي أبونا قبل ما بيعمد الطفل بيصلي على المياه، ومن ضمن الصلاة يروح مشقمر كمامه ويقعد يقلب في المياه عشان يفكرنا بالمنظر بتاع سفر التكوين اللي فيه روح الله بيرف على وجه المياه يخلي المياه فيها حياة. وعشان كده المسيح قال للمرأة السامرية أنا هديكي ماء حي، يعني بيتحرك، واللي يشرب من المياه ده ما يعطش تاني خالص، معناها اللي يتعمد مرة مش محتاج معمودية تانية، بس المياه بتاعت المعمودية فيها روح اللي هو الروح القدس، وعلامة الحياة بتاعتها ان هي بتتحرك. كنا عايزين نتعرف من نيافتك على مواهب الروح القدس. كلمة موهبة يعني عطية، يعني هدية ربنا بديها للإنسان. الروح القدس طبعا عنده عطايا كتيرة جدا، كل واحد فينا ربنا بيديله موهبة بالروح القدس. يعني مثلا في واحد عنده موهبة انه يعرف يشرح، واحد عنده موهبة انه يعرف يقول ألحان، واحد عنده موهبة انه يعرف يراعي الناس ويطبطب عليهم ويعزيهم، واحد عنده موهبة ان هو يعرف يدبر، نقول له عايزين نبني كنيسة يدبر الامر ويبني كنيسة، عايزين نعمل رحلة يدبر الامر ويعمل رحلة ما فيهاش خطأ، عايزين نعمل مؤتمر تلاقي كل حاجة متجهزة في معادها، ده اسمه موهبة التدبير. في انسان تاني عنده موهبة انه يبقى عنده لغات، شاطر في انه يعرف انجليزي بسرعة ويتعلم الفرنساوي ويتعلم الماني ويتعلم ايطالي، وعنده لغات كتيرة. في واحد تاني عنده موهبة انه يكتب شعر، واحد تاني عنده موهبة انه يؤلف نغمات يجيب الشعر يعمله ترنيمة، في واحد عنده موهبة انه يعزف الحان بالموسيقى. في مواهب طبيعية عند كل الناس، وفي مواهب خاصة لبعض الناس اللي ربنا بيديهم موهبة عشان يخدموا بها الكنيسة. تلاقي مثلا في أب كاهن عنده موهبة يخرج الشياطين أو يشفي المرضى، وفي مواهب تانية بسيطة، واحد شاطر في الافتقاد، واحد شاطر إن يشرح لنا كتاب مقدس. كل واحد عنده موهبة غير التاني، والهدف من المواهب إن احنا نبني مع بعض الكنيسة، ومحدش فينا يتقالط على أخوه ان انا بعرف حاجة انت متعرفهاش، ومحدش كمان يتعقد من نفسي يقولش معنى اخويا يعرف الحاجة دي وانا معرفهاش، لاننا كلنا مع بعض بنكمل بعض. يفكرني زي ايه؟ لو انا هبني بيت محتاج واحد متخصص انه يحفر في الارض ويرمي الاساسات، ده تخصصه، ده ما يعرفش يبني، بيعرف يعمل اساسات بس. واحد تاني بيعرف في الخرسانة يعمل العواميد والاسقف، واحد تاني بيعرف يبني الطوب الأحمر، واحد بيعرف يعمل المحارة، واحد يعرف يدهن، واحد يعرف يركب مواسير الكهرباء،
واحد يعرف يعمل مواسير المية والمجاري، واحد يعرف يبلط، واخد بالك؟ كل واحد غير التاني، بس كلهم بيعملوا ايه؟ عمل واحد. فالكنيسة ربنا عايز كده، يبقى كل واحد فينا عنده موهبة غير التاني بالروح القدس عشان نكمل بعض، لحد يتقالط ولا حد يتعقد، كلنا مع بعض بنشتغل مع بعض. طب اللي حاسس ان ما عندوش موهبة، معنى كده ان الروح القدس ما ادالوش موهبة؟ لا طبعا، ما فيش حد ما عندوش موهبة. هو ممكن يكون عندي موهبة بس انا مش مكتشفها، عشان كده لازم حد يساعدني، او لو محدش ساعدني انا كمان افكر هو انا بعرف اعمل ايه. جايز حد بيعرف يرسم يقول دي موهبة الرسم، جايز واحد صوته حلو يقول انا بعرف اقول ترانيم والحان، جايز واحد كمان موهبته ان هو لما يسمع اللحن يلقطه بسرعة يقدر يقوله، في واحد تاني مش بسهولة. فلازم اكتشف موهبتي، ومحدش يقول ما عنديش موهبة، لان الروح القدس مش بيبطل ان هو يدي كل ولاد ربنا المواهب الروحية، عايزة بس اكتشف انا في ايه. شكرا ليك خالص يا سيدنا، بجد الحلقة وضحت لي حاجات كتيرة عن الروح القدس. انت جميلة قوي يا ماري، اشكرك ان انت كنت معايا النهاردة. وشكرا ليك يا اصحابي، واشوفكم المرة الجاية في حلقة جديدة من مسيحي حقيقي.